رح نبدا المزاد على نية الرزق والتوفيق. الراس بعش ليرات، مين بزيد؟ علي ب11 ورقة للراس. أبو سمرة ب11 ورقة، مين بزيد؟ علي ب15 ورقة. هون ب15 ليرة، مين بزيد؟ مين بزيد؟ لعجبكم يا جماعة، عجبكم؟ لخافوا الله، الراس رسماله فوق 3 ورقة. علي الحلال كل راس، بتقول زلمة. اترك المزاد يمشي بطريقه ولا تشوش علينا وتبكي يا أبو عنزو. لعش هالحكي هاد، إيش هاد؟ هيك ما بتصير. بس لسه على المزاد بأوله يا أبو عنزو. يلا يا شباب، مين بزيد؟ مين بزيد؟ علي ب20 ورقة للراس. أبو سمرة ب20 ليرة. علي ب22 ليرة الراس. هون ب22 ليرة للراس. علي ب25 ورقة للراس. واللي بحب يزيد علي شرف يتفضل. لك هيك ما بسوى يا أبو سمرة، ما بسوى هيك. أنت عم بتخلي الناس يخافوا وما يزيدوا عليك بالسعر. لا، هي مي مقبولة منك طاول يا أبو عنزو. الناس حرين ولك خاي. واللي بحب يزيد علي شرف يتفضل. يلا يا شباب، عند أبو سمرة ب25. أنت يا أخونا بتحب تزيد؟ الله يبارك له لأبو سمرة، ما ضل العين بهالمزاد. وأنت يا أخونا؟ ما عندي قدرة أدفع أكثر من هيك. مين بزيد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين معلم أبو الروس، علي الحلال جيت بوقتها. ليش بقى؟ ما في شي خير، ما في شي. يا شباب، الغنمات انباعوا خلصنا. وشلون انباعوا لخاي؟ شلون انباعوا؟ المعلم أبو الروس اشتراهن. شلون اشتراهن ولسه هلا وصل؟ وما فتحت أمه بكلمة لا بحلال ولا بحرام.